نبغي لهم قوات التدخل السريع على الأقل ساعة. بنتحمل إن شاء الله، بنتحمل. إلى جميع المحطات، الموقف كالتالي: عاد نحصل أعدادهم بالمئات ومنخشين هناك بين الصفور، وبس لحتى النوعية قوتنا بعضنا البعض، نرجعهم لأهلهم. إن الآلية المحاصرة هي الطعم عندنا عشان تجذبني عليهم. بدر ياكب، لازم نفتح الحي. صفرت ساعة الأخير اللي عندي اللي أدخل.